أعلن سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ العاصمة عزم المحافظة إطلاق النسخة الثانية من فعاليات منتدى أسبوع المنامة للريادة وتمكين الشباب تحت عنوان وسع آفاقك خلال الفترة من 30 من أكتوبر الجاري وحتى 3 من نوفمبر المقبل. يهدف المنتدى إلى تحفيز قدرات ومهارات أكثر من 2000 شاب وشابة من عموم المملكة عبر جملة من الندوات والمحاضرات التدريبية التي يقدمها 20 متحدثا من عدة دول إقليمية ودولية. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ العاصمة. شيخ، بداية نرحب بك، ولو تطلعنا على المزيد من تفاصيل هذا المنتدى. مساكم الله بالخير. طبعا احنا المنتدى اسبوع المنامه للرياده وتمكين الشباب في نسختها الثانيه طبعا حدث هام تحت عنوان وسع افاقك، يهدف الى تدريب الشباب واطلاعهم على التجارب العالميه للرواد الاعمال في مختلف انحاء العالم، وحيث عندنا تقريبا 20 متحدث من دول مختلفه من امريكا ومن باكستان ومن السعودية المملكة العربية السعودية والبحرين، بحيث أن يطلعون على التجارب المختلفة وأيضا يتعلمون أساليب الطريق الجديد لريادة الأعمال والبدء في إنشاء أعمالهم ومشاريعهم. نعم شيخ هشام، على ماذا يتضمن المنتدى من فعاليات مصاحبة له؟ طبعا احنا عندنا الحمد لله في تعاون مع الجامعات البحرينية وغير البحرينية، جامعة البحرين والجامعة التطبيقية وأيضا هارفارد بزنس ريفيو، عندنا أيضا تعاون معهم بحيث هارفارد بزنس سكول، بحيث أن هما يطلعون على بعض الطرق الحديثة لريادة الأعمال وما هي الشركات الجديدة والتكنولوجيا الجديدة الحديثة، وأيضا على الفنتك وهي استخدام التقنية العالية في تمويل المشاريع، وايضا بيكون هناك من خلال هذه الندوات تكون عندنا مشاركين مثل سي او مال شركه بينكل وهي نينا، وهي احد الرائدات الاعمال المعروفين اللي حولت شركات الاي تي الى اكثر الشركات نموا في امريكا. ماذا ترمي محافظه العاصمه من استهدافها لفئه الشباب بهذه المشاريع والبرامج أيضا اللي تعود عليهم بالنفع ليس من العاصمة فقط وإنما من عموم محافظات المملكة؟ طبعا احنا منطلق رؤيتنا خدمة المواطنين والمقيمين حددنا فئة الشباب وهي من أهم الفئة وهو اللي نعول عليها بناء المستقبل، ولا شك ان عندنا باقة من المشاريع، وهذا الأسبوع يهدف الى تطوير قدرات هذا الشباب وتوفير لهم المعلومات وجعلهم يختلطون برواد الأعمال العالميين بحيث يستفيدون من هذه التجارب. وطبعا هذه منطلقة من الشراكة المجتمعية بيننا وبينهم، بحيث أن الشاب أو المتخرج هو الفترة هذه يحتاج إلى الدعم ويحتاج إلى الإرشاد، وإحنا هذه ما نطمح إليه. نعم، إذن سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ العاصمة، شكرا جزيلا لك.